حتى مادة الطحين أساس الغذاء دخلت على خط مسلسل الأزمات التي تثقل كاهل المواطن العراقي، لا سيما شريحة الفقراء بعد ارتفاع سعرها، أزمة يرافقها حجب بعض مواد الحصة التموينية، ما دفع سكان محافظة ذي قار للتظاهر. المواطن اليوم يعاني من أسعار المواد الغذائية يا رئيس الوزراء، يا مجلس النواب، يا حكومة العراق. العراق قاعد يعاني من ارتفاع الأسعار، يعني إذا وصلت للطحين إلى خبزة المواطن يعني وصلت إلى كرامة الإنسان. كافي، سووا حل العراق، كافي تعب المواطن العراقي تعب، كافي سووا لكم حل. هي أشبه بعقوبة، عقوبة للشعب العراقي لأن رفض هاي الطبقة السياسية الحاصلة بالعراق، لذلك على الشعب العراقي أن ينتفض ضد هاي الطبقة السياسية التي فقدت الأهلية في إدارة البلد. على سبيل المثال كان كيس الطحين بأيام ذروة الحرب مال داعش كان كيس الطحين سعره 15000 دينار، وسعر مبرمين النفط 21 دولار، هسه حاليا النفط 82 دولار وكيس الطحين 50. بدال الحكومة توفر مواد غذائية للشعب العراقي توزعها هبة إلى لبنان والدول المجاورة للعراق. معاناة أزمة رغيف الخبز وحق الحصول على الغذاء الكافي تخلف عن حلها المسؤولون لتورطهم المباشر بها وبغيرها من ملفات الفساد منذ 18 عاما وفق ما يروي المتظاهرون. طلعنا من أجل توفير مادة الطحين، طلعنا من أجل توفير المواد الغذائية، بطل زيت ب 3000، قونية الطحين ب 41، منين يجيب؟ المواطن منين يجيب؟ أنا أريد سؤال أوجهه إلى رئيس الحكومة، سؤال أريد أوجهه للناس هاي اللي جاية تتقاتل على الكرسي، اللي دمروا البلد 18 سنة ولحد الآن، شيل اللي حصلناه احنا؟ خروجنا اليوم بالذات هاي تنبيه إلى الحكومة، أنت من وصلت إلى قوت المواطن اتوقع راح تصير ثورة هارمة، راح تصير غير أمور، تنفلت زمام الأمور. الشعب ما يسكت على حقه اللي هي البطاقة التموينية، الطحين وكل كافة مفردات البطاقة التموينية. ويبقى السؤال إلى أي مدى يمكن أن تراهن سلطات ينخر جدرانها الفساد على صبر المواطن البسيط؟ فذاكرة التاريخ تبرهن على أن لا قوة يمكنها وقف غضب الشعوب حين يمس قوتها وقوت أطفالها.